والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع ميرفة المليدي. إلى اللقاء. شكرا إلهام، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر. وفي كلمته أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لأن يثمر التعاون عن تكامل الجهود الوطنية نحو توطين صناعة اليخوت السياحية في مصر، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على لقاء المستثمرين الألمان من أجل متابعة موقف نشاط الشركات الألمانية القائمة في مصر، وكذلك استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. وجاء ذلك خلال لقاء عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بهدف وضع آليات تعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وكذلك تعظيم الشراكة الاستثمارية بين البلدين. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم من نهاية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة. وقد خسر رأس المال السوقي 7 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 694 مليار و300 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10193 نقطة وانخفض بنسبة 1.3% وأغلق عند 10079 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي تراجع بنسبة 17% حيث فتح عند 2271 نقطة وأغلق عند مستوى 2267 نقطة. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي فتح عند 3239 نقطة وأغلق عند 3223 نقطة منخفضا بنسبة 49%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و35 قرشا للشراء و19 جنيها و46 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و32 قرشا للشراء و19 جنيها و44 قرشا للبيع، الجنيه الإسترليني يسجل اليوم 22 جنيها و24 قرشا للشراء و22 جنيها و46 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و27 قرشا للشراء و5 جنيهات و30 قرشا للبيع، في حين وصل ريال السعودي إلى 5 جنيهات و15 قرشا للشراء و5 جنيهات و18 قرشا للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار ليسجل 1688 دولارا و49 سنتا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 954 جنيها، عيار 21 1113 جنيها، عيار 24 سجل اليوم 1272 جنيها، والجنيه الذهب وصل اليوم إلى 8904 جنيهات. تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بتأثير من بيانات رجحت مضي البنك المركزي الأمريكي في مساره لرفع أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم داخل الولايات المتحدة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.34%، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.74%.